اهلا بكم في برنامج انا مبرمج المحترف لصناعة مشاريع مختلفة. ده مشروع تاني هنتعلم فيه ازاي نعمل برنامج الحسابات العامة. برنامج الحسابات العامة ده برنامج بيفيد كل الشركات في جميع المؤسسات. فانت تعلمت البرمجة مش ناقص لك الا تتعلم ازاي تعمل مشروع متكامل. فعشان تعمل مشروع متكامل في شوية متطلبات انت محتاجها. فانت عشان تعرف المتطلبات دي لازم تنزل السوق العمل، لازم تقعد مع العميل ويقول يدي لك شوية معلومات عن نظام التجاري او نظام المنشأة الخاصة به، وبعدين تبدأ حضرتك تقوم بعمل برنامج. فاحنا بنوفر عليك كل ده، وعملنا سلسلة او مجموعة فيديوهات خاصة لبرنامج الحسابات بنعلمك ازاي تعمل تحليل بشكل مبسط جدا. فاحنا لو نخش على الكمبيوتر دلوقتي حالا فاتحين ملف وورد، هنوريكم شوية معلومات عن البرنامج الحسابات اللي احنا هنعمله، ونبدأ ان شاء الله نشرح بالكود وصناعة الشاشات اول باول. عندنا اول حاجة هنا شاشة الافتتاحية، شاشة دخول المستخدمين اللي هي شاشة افتتاحية. يعني اول ما تفتح برنامج بتلاقي فيه زرار، لو البرنامج بتاعك مالتي يوزر يبقى كل واحد يكتب اسم مستخدم وباسورد بتاعه عشان يخش على الشاشة التالية وهي الشاشة الرئيسية. لو البرنامج بتاعك مستخدم واحد بس فممكن تكون الشاشة الافتتاحية هي شاشة مقدمة فيها زرار اسمه زرار تسجيل دخول. عندنا الشاشة التانية اللي هي الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية دي هتكون بتحتوي، انا كاتب هنا ايه، الشاشة الرئيسية وتحتوي على ازرق او قوائم منسدلة مختلفة تفتح لك الشاشات الاخرى. تمام، ايه الشاشات الاخرى دي بقى؟ هي مثلا عندنا شاشة بتاع تسجيل المصروفات اللي احنا شايفينها دي، الشاشة الرابعة اللي هي شاشة تسجيل الايرادات، الخامسة هي شاشة بتاع تقرير الارباح والخسائر. مع العلم اصلا في تقارير كتيرة جدا غير الارباح والخسائر. الارباح والخسائر ده يعتبر بند في تقرير اسمه التقرير التاني المختلف اسمه ميزانية عمومية، وفي تقارير كتير جدا مفصل، ولكن احنا عم نجيب لك الحاجات السيمبل وبعد انت تتعمق اكتر لما تاخد تدريب فيه. عندنا شاشة اسمها تسجيل بيانات ايرادات ومصروفات. يعني ايه شاشة تسجيل بيانات ايرادات ومصروفات؟ الشاشة تسجيل ايرادات ومصروفات هي عبارة عن شاشة صغيرة بسجل فيها بيانات مثلا زي ايجار ومرتبات و عشان لما اجي افتح مثلا الشاشة بتاعت المصروفات ما اكتبش بايدي ايجار واكتب القيمة، لا لازم اختار من قائمة منسدلة ايه الايجار مثلا او اختار مرتبات عشان اسجل مصروف ايجار او مصروف مرتبات. فعندي هنا الشاشة دي لتسجيل بيانات ايرادات، فبكتب اسم ايجار مقر ايجار كذا، مصروفات نسبية، مصروفات شخصية، اي البيانات اللي هي مهمة. كذلك الامر ايرادات ممكن اقول اكتب ايرادات خارجية، ايرادات عميل فلاني، ايرادات عميل تاني، على اساس لما اجي اسجل ايرادات ما اختارش، ما اكتبش البيان بايديا، اختاره اوتو. احنا عملنا فتحنا فيجوال ستوديو، شوف كده على الكمبيوتر. عندنا دي شاشة رئيسية زي ما قلت لكم، لسه ما عملتش فيها اي حاجة. ولما تيجي تفتحها هتودي لك عن الشاشة الرئيسية بتاعتنا اللي هي فيها ايه، تسجيل مصروفات ايرادات، تسجيل بيانات مصروفات الارباح والخسائر. عملنا الشاشة بس بتاعت المصروفات اللي هي فيها بيان القيمة التاريخ ملاحظات وسيف واديت، ودي اسمها داتا جريد عشان تظهر البيانات فيها، ومن خلالها تقدر تدوس على زرار تعديل او زرار حذف. هنبدأ دلوقتي حالا بقى نخش على الكمبيوتر، ويا ريت طبعا شير في الخير عشان غيرك يستفاد طبعا من التحليل ده. احنا هنعمل برامج تانية كتيرة جدا غير برامج الحسابات، هنعمل مخزن مشتريات ERP، وهنعمل برنامج موارد بشرية كامل، واي حاجة افكار تيجي عندكم قولها لنا واحنا هندعمكم ونعمل لكم البرامج دي كلها. طبعا الحاجات دي مفكة بسورس الكود بتاعها من تحت، تقدر تعملها داونلود من اسفل الفيديو، والافضل طبعا تشوف الفيديو من اول اخره عشان تتابع الشكل التحليل المفصل من بداية للنهاية، وازاي تعرف تعمل مشروع زي ده وعشان تنزل للشارع وتاكل عيش في اي مكان في العالم كله. تعالى دلوقتي حالا نشوف الدرس.
اهلا بكم من جديد. هنفتح الفاين وورد. احنا دخلنا دلوقتي حالا جوه الكمبيوتر، معلش عشان احنا نسينا وقفلناه. ده الكود هنستخدمه في المشروع بتاعنا، وده فاين وورد عشان نشوف نشرح برضو من خلاله التحليل مرة تانية، لو عشان لو في حد مفهمش في مقدمة التحليل. طيب احنا قلنا ايه؟ الشاشة الأولى البرنامج فيه كذا شاشات، الشاشة الأولى هي شاشة افتتاحية، في زرار هيدخلك على الشاشة الرئيسية بقى اللي هي دي مهمة أوي، اللي فيها زراير كتير أوي. كل زرار مثلا واحد زرار هيفتح لك الشاشة بتاعت مصروفات عشان داخل مصروفات، وزرار تفتح الشاشة بتاعت الإيرادات عشان تسجل إيرادات، وزرار هيبقى فيها تقرير أرباح وخسائر، وزرار عشان تسجل بيانات. تسجل بيانات دي يعني إيه؟ دي هوريها لكم، أنا شرحتها في مقدمة بس برضه شرحتها لو مفهمتهاش افهموها عملي. دي شكل الشاشة الرئيسية، أول ما تدوس لوجن أو الشاشة الافتتاحية يعني يجيلك الشاشة الرئيسية، هتلاقي فيه زرار تسجيل مصروفات، هتدوس على دي هتجيب لك الشاشة بتاعت إيه؟ بتاعت مثلا بتاعت تسجيل مصروفات. بتختار هنا المصروف مثلا غاز، بتكتب القيمة 10 جنيه، التاريخ بياخد أوتو، ملاحظات لو عايز تكتب ملاحظات، وبعدين تدوس على سيف. هنا برضو الإيرادات نفس الحكاية، تمام. وفي الاخر هنا دي الشاشه بتاعت تسجيل بيانات الايرادات، بتكتب هنا غاز حفظ مثلا بمرتب حفظ يعني بتكتب الحاجات دي كلها عشان لما تيجي مثلا تستدعي البيان هنا ما ينفعش تكتب غاز تختارها كأي مصيدله، انت اوريدي سجلتها في داتابيز، لان مش هينفع كل مره تكتبها بايدك يعني. طيب هنقفل البتاع ده. عايزين طب نفتح الداتابيز بتاعنا. البرنامج اللي احنا عاملينه اسمه اكاونتنج، هنرفع بعد ما نخلصه هنرفع لكم المشروع بسورس كود. المشروع بتاعنا ده عباره عن كذا فيديو شاهدوه للاخر. هدوس انا كونكت. هدفنا اول في الاخر الحاجات دي بنعملها كلها لوجه الله سبحانه وتعالى. هو مش هعمل كونكت عشان السيرفيس مقفولة. انا هفتح السيرفيس مقفولة، فهحاول انا افتح ايه السيرفيس. انا كنت قافل السيرفيس عشان بياخد كتير قوي، بيستهلك من الرام. ستارت كلها بدأت ستارت. شوف كده مش هتاخد وقت، حتى لو ما عملتش ستارت برضو في حاجات لسه معمولها ستوب. رانينج في حاجات تانية ايه زي ام اس اس، هي كده خلاص فتحت خلاص. طيب هروح عند الفورمة بتاعتي، الزرار انتر ده مثلا عشان يدخلني الشاشة الرئيسية. عندي الشاشة الرئيسية اسمها مين اللي انا وريتها لكم من شوية، اهو اللي هي الشاشة الرئيسية دي. طيب اروح هنا مثلا اكتب مثلا مين، مين ام، اقول انا ام ايكوال نيو مين ام بتشو. المشروع ده ويندوز فورمز اول ذيس دوت هايد. نجرب كده ونشوف.
ادوس على الزرار ده فتحت لي شاشه ايه رئيسيه. حلو قوي الكلام ده. طيب انا عندي في الشاشه الرئيسيه بتاعتي، خلينا نقفل الحاجات دي كلها، عندي تسجيل مصروفات، عايز اول ما ادوس على تسجيل مصروفات يفتح لي الشاشه دي. طيب فادوس عليها كده، هو ده الايفنت بتاعها. قول مثلا مصروفات، مصروفات ام ايكوال نيو مصروفات ام دوت شو ديالوج او شو بس. طيب عندي هنا في حاجات تسجيل بيانات المواصفات والايرادات، عشان لما اجي اسجلها تجيلي الداتا بتاعتي. عندي هنا يقولوا ديتيلز، هعمل فورمة جديدة اد نيو ايتم، هسميها شاشة بتاعت ديتيلز او مش فارقة يعني اي اسم يعجبك. ويندوز فورمز، ويندوز فورمز هسميها هنا ديتيلز او داتا او ايتم داتا اهو. اخد طبعا الحاجه دي كده كوبي بيست، هسميها ايتم داتا بس كده، عشان افتحها تجي لي الشاشه بتاعت الايتم داتا بتاعتي دي. واحط هنا مثلا ليبل، ومحتاج احط تكست بوكس، تكست بوكس، واحتاج احط زرار مش عارف اللي خلاني اختارها دي. وبعدين احط هنا زرار بطن، وعايز احط جريد، جريد فيو بس. هنا هسميها مثلا سيف او حفظ، دي انت ما عايز سيف. وهنا اقول له مثلا اسم، اسم ال اسم اسم بيان، واكبر داتا جريت بتاعتي دي، واحط زرار تاني هسميه مثلا ديليت. او حذف. وهنا الزرار ده هسميه حفظ. طيب عايز اروح بقى هنا الداتا بيز بتاعتي، اعمل داتا بيز جديده هسميها اكاونتنج وبعدين اسيفها. وبعدين هعمل الجدول فيه بتاع ديتيلز ده اكونتنج، الجدول اهو، هعمل كليك يمين اختار جدول، واكتب هنا ايه اي دي، هولو ايتم، ايتم نيم، الاي دي هيكون انتجر، انتجر يعني، واندكسبيلتي كي عشان بيديلك اوتو نمبر. وهنا ايه انفراكتر ماكس. هو ضروري الحاجات دي تعمل، لازم كل جدول تعمله لازم تعمل لي حاجه اسمها اي دي، واي دي تطلع لك اوتو نمبر عشان تعرف تعمل ليه ديليت. اي ايتم عايز تعمله لازم تعمل ايه ليه ديليت. اسمي الشاشه دي مثلا باسم، هسمي الجدول ده باسم ايه، باسم الشاشه دي اهو، عشان ما يكونش في اختلاف ما بين الاسم والاسم الجدول، اسم فيلد اسم جدول. اروح هنا بقى ايه في سيرفر اكسبلورر، احاول اعمل اتصال مع السيرفر عشان اخد الكونكشن سترنج بتاعي. ادوس هنا اد مثلا، ادوس هنا دوت يا اس اي 1 2 3 4، واختار اسم الجدول بتاعي اللي هو اسمه ريستورانت، اسمه اكاونتنج اهو، وادوس اوكي. وانسخ بقى الكونكشن سترينج بتاعي، و
وممكن اعمل كلاس اسميها كون هنا مثلا، اعمل كلاس عشان ابقى اتصل بالحاجات دي زي انا ما عايز. اد نيو كلاس هسميها مثلا ماي تولز اهو، هنا ماي تولز اهو مثلا ايه بابليك ستاتيك، بابليك ستاتيك كون اندر سكور بابليك ستاتيك اس كيو ال كونكت، لا خليها اسمها كون على طول عشان محتاج كونكشن ستنج بس، اقول مثلا ايه خليها ستنج اسميها كون يساوي الكونكشن ستنج بتاعي اهو 1 2 3 4 صغرنا الفونت هو ده شكل كده. وبعدين ايه الحاجات دي دلتها سايبها عفوا، وهنا طبعا اروح عند الديزاين بتاعي هنا، متنساش تكتب تراي كاتش كنترول كنترول كي اس تراي كاتش، اي كود تكتبه لازم تكتبه بوينت تراي كاتش. اكتب هنا ماي تولز او اكتب هنا فوق في اي مكان فاضي هنا اس كيو ال كونكشن، او اسد النيم سبيس اقول مثلا يوزنج سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت، هنا اقول له ايه طبعا اس كيو ال كونكشن سي او ان، واقول له هنا مثلا سي او ان ان ايكوال مو اس كيو ال كونكشن، اقول له ماي تولز دوت سي او ان ان، ما عملش اي حاجه جديده. عندك ايرور ولا اي حاجه اكتبها له هنا مثلا مسج بوكس شو اكس دوت مسج، وبعدين ده الاكسبشن العادي. عندي اكسبشن عايز اكسبشن من نوع اللي هو الاس كيو ال، وده اكسبشن العادي بس كده. طيب جوه الزرار بتاعي بقى فين المين دي خالص ايكون جوه الزرار بتاعي ده، برضو اكتب ان ايه تراي كاتش اس كيو ال اكسبشن، واعمل تراي كاتش تانية اكسبشن عادي بقى من غير تراي كاتش بتاعتي، حط له هنا متغير اي اكس وهنا اي اكس، قول له ايه مسج بوكس دوت شو اي اكس دوت مسج. برضه نفس الحكاية قول له ايه اس كيو ال كوماند سي ام دي ايكوال نيو اس كيو ال كوماند، وقول له ايه سي ام دي دوت كوماند تكست، وقبليها هنا اقول له سي ام دي دوت كونكشن يساوي سي 1 ان، وقول له سي ام ام كوماند تكست يساوي كذا، وقول له سي او ان ان دوت اوبن، وبعدين هو اللي سي ام دي دوت اكسيوت سي ام دي دوت اكسيوت مان كويري اكسيوت اكسيوت مان كويري، وبعدين هو اللي سي او ان ان كلوز. هنا اقول له مثلا انسيرت ان انسيرت انتو الجدول بتاعنا اللي حطوه لنا اللي هو ايتم داتا، الفيلد هنا values الداتا دي، الفيلد هنا ايه عندي فيلد اسمه ايتم values at 1 مثلا، وقول لنا هنا cmd dot parameter dot clear
اقول له انا سي ام دي دوت برامتر دوت اد ات واحد اس كيو داتا تايب دوت ان برامتر دوت فاليو بيساوي دوت فاليو بيساوي this دوت تكست بوكس 1 تكست. هلا كلام. بعد كده محتاج اعمل ميثود للفيو بتاع الداتا. عشان اختصر في الوقت هناخدها ايه كوبي بيست عشان هي طويله. في الجريد في الجريد فيو اهو. هعملها هنا مثلا اهو، مثلا اعملها هنا اقول مثلا void fill او view data مثلا. الحاجات دي كلها مش محتاجها. محتاجين اقول مسج بوكس دوت شو دي اكس بوك مسج. نحاول بقى ان نصلح الاخطاء اللي هنا. ال اس كيو ال كونكشن بتاعي ده مش محتاج هنا طبعا، محتاج كود احطه طبعا. محتاج كده في وانا بعمل برده سيف اللي هو لو بولني لو اتصال مفتوح اقفله عشان ما يعملش ما يحصلش تكرار اهو. سيم دي بس كده. وبعدين هنا محتاج دوت تيبلز دوت اد اسمه يعني دوت عشان اعمل تيبلز بتاعت اد. هنا بقى ايه جملة الاستعلام بتاعتي. هنا مش محتاج استخدم برامتر، ده الجدول بتاعي. هنا هنا محتاج ال other columns بتاعتي ده اهو، ده ده جريد في 1. وبعدين ممكن تتحكم فيها اكتر دي اس. وبعد كل ده لو عايز تتحكم في السايز بتاعتها في تتحكم فيها زي انت ما عايز كده. خلاص خلصت. هنا اقول له ايه اسم الجدول بتاعنا ايه اكن داتا. وبعدين هنا اقول له مثلا ده اسم الجدول بتاعي. اقول له ناسب ليه استريك فروم الجدول ايتم داتا. هتعمل لي كل الايتم داتا ده شكل الميثود بشكل من بعيد. بس انا بعملها كده زوم عشان تقدر تشوف الكود بتاعك فيها. ده الميثود بتاعتي اللي اخترتها. بعد ما الزرار ده بعد ما ندوس على اوكي قول مثلا ايه قول فيو داتا. ممكن تجرب كده. وبرده الميثود دي هحتاج احطها في الشاشه الرئيسيه برده عشان كل ما تفتح الشاشه الرئيسيه تجي لك الايتم بتاعتك اللي انت مسيفها. ادوس انا ستارت تسجيل بيانات مصروفات. اقول هنا مثلا كهرباء ما ظهرش اي حاجة. ظهر في ايرور. عايزين نشوف ايرور هنا ولا ايه. اديت رولز هي سيفت بس في الفاكشن بتاع الفيو داتا دي اللي احنا عاملينها ما ظهرتش فيها. فيو داتا اهو نشوف الايرور بتاعنا ايه. سيون اب دوت تيبلز دوت اد ماشي. وانا قلنا ايه طيب هنا ايتم دي اس اسم جدول اسم الجريد بعدين فيلدز بعدين داتا فولد داتا سورس بعدين داتا ممبر
بدأت دي بس المشكلة. هنا هتكتب اسم الجدول بتاعك اهو، شغل تاني. تسجيل بيانات مصروفات كهرباء ظهرت عندي ايه، ممكن نقول هنا ايه غاز، اهو الى اخره بقى. بس في حاجات برضو محتاجين نزود عليها اكتر، لازم اكتب هنا كمان اعمل زود في الاسم الطيب، هل هو مصروفات ولا ايرادات، طيب اندرسكور البيان بدخله ده. فاحط هنا طبعا كومبو بوكس، محتاج احط لكم هنا كومبو بوكس واقول له هنا عشان اقول الحاجة اللي انا بسيبها دي نوعها ايه، اسم بيان النوع واعملها فيل بقى يدوي، اكتب هنا ايه اللي هي ايرادات ولا مصروفات، ايرادات او مصروفات، لان دي طبعا تعتبر ايه مهمه جدا. وبعدين داتا جريد فيه محتاج الغي فيلد الناقص فيها او الزياده، اروح فوق كده وبعدين اكسس الرو، اكسس الرو قال له يوزر ادرو، لا عايز اقول ريد اونلي برضو كمان لا. في حاجه اسمها ريد اونلي، الاونلي برضو ايه لا. وانا برضو بسيب هنا اقول له ايه محتاج ادخل لي الطيب بتاعي، واقول له هنا برضو هدي له بارامتر تاني هات اتنين وصلت هدي شوية ونصغر الزوم سنة خليها اتنين ونقول له كومبو بوكس وان للتكست. وبعدين محتاج الفيلدز دي اطلعها، مش عايز اقول استريك عشان ما يطلعش، او خليها استريك برضو مش هتحصل، مش هيحصل مشكلة، او خلينا ماشي بنظام احسن برضو. هنا اقول له سيلكت استريك ولا اعمل السيلكت ده، طلع لي كمان الاي دي از، وبرضو محتاج الايتم نيم برضو اكتبه از كذا، والطيب برضو ايه از كذا. يعني هنا اسميه مثلا ايه، حتى مسلسل بيان النوع. هنا اول حقل يعتبر صفر، واحد اتنين تلاتة اربعة، فاول حقل انا محتاج اعمل له ايه هيد. فازاي بقى، فانا ممكن اقول له الواحدة كولومز فيزيبل دوت فيزيبل ايكوال مثلا فولس، يعني ايه اول حقل بتاعي. عندي حقل التاني، عندي حقل تاني مثلا انا عايز اكبرهم شوية، زيرو واحد اللي هو ايه بيان، وعندي حقل تاني برضو عايز اكبرهم، يعني هي يعتبر زيرو واحد اتنين، انا ما عنديش اكتر من زيرو واحد او كده او مظبوط. نفتح كده بقى ونشوف تسجيل بيانات المواصفات سينتاكس ايرور بتاعت في ايرور في ال تك 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 في ال في ال في البيان ده كاتبه في ال في السترنج ده عفوا. سيلكت استرك از كذا، ايتم از كذا، النوع از كذا، اللي هي دي هو معترض عليها. ممكن كمان اقول له اوردر باي اي دي، اوردر باي
ادي ديسك عشان يجيلك بشكل مرتب. انتر تسجيل بيانات مصروفات اهي. اقول مثلا ايه غاز كهربا ايرادات مثلا الشيخ مصطفى مثلا. يعني الراجل ده بيدفع لي فلوس كل مره، فمش كل مره اكتب اسمه، فلازم اكتب مره بتاعته مره واحده. هسيبين على سي ايرادات. هنا بقى انا عندي الحاجات دي كلها، انا عايز لما ادوس على ده الزرار ده ايه يتفتح، وبعدين يعمل لي ايه ديليت. طيب هنا ايه غاز كهربا، ممكن اقول مصروفات هنا ايه ايرادات اسم البيان مثلا كهربا، دي تعتبر مصروفات حبس جات لك بالمنظر ده كده. طيب انا ايه عايز اقول مثلا ايه الزرار ده اعمله فيزيبل فولس، هو اسمه بوتون بوتون 2 اسمها ايه بي تي 2. وبعدين هنا بقى ايه في سيل كليك او كليك سيل كليك حاجه اسمها في الايفنت بتاعه سيل كونتنت كليك او سيل كليك، اقول له مثلا ايه بي تي 2 دوت فيزيبل ايكوال ترو، وجوه الاثنين ده احط مثلا ايه نفس الكلام اللي كنت كتبته، بس هستخدم جمله ديليت، هحذف حاجات اهو. يعني انا مش محتاج كل ده، محتاج ان اقول له ديليت اهو ديليت فروم الجدول ده، وبعدين اقول له هنا ايه وير وير ار دي ايكوال اف واحد مثلا. نفس الحكايه هنا ايه الاي دي ده عباره عن ايه بقى، الاي دي احط هنا مثلا ايه احطه مثلا في شكل الليبل ده، هسميها كده مثلا اي دي. النيم بتاعها هسميها برضو ايه اي دي تمام. ولما اجي ادوس على السيل كليك هنا هقول له هنا ايه بص بقى، هقول له هنا برضو اي دي دوت تكست بيساوي الكولومز بتاعتي، بس انا هاخدها كده كوبي بيست. كتبها هنا ولا مش كتبها هنا؟ لو مش كتبها انا هكتبها يعني عشان اقول له الداتا جريد بتاعتي اي دي بيساوي داتا جريد دوت كرانت رو دوت فاليو دوت دو سترينج. يعني ان هو ايه بيساوي قيمه الصف الاولاني. وبعدين هنا اقول له لما اجي ادوس على ديليت ديليت ده هقول له ايه اعمل ديليت اللي هو الاي دي ده، وفي الاخر خالص هقول له برده ريفيو داتا كانه بيعمل ايه ريفريش لي. دوس على زرار ستارت تسجيل بيانات مواصفات، انا عايز احذف دي زي الاي دي بتاعه واحده دي سته مثلا اي حاجه ديليت اهو. في سنتكس كلمة وير و وير او سنتكس ديليت فروم اسم الجدول، ما كتبتش حذفت اسم الجدول، ممكن اخده تاني كوبي هنا وبعدين اقول له ممكن ايه بي تي 1 بي تي 2 دوت فيزيبل ايكوال فولس برضو، عشان عايز اخلي الزرار يختفي بعد ما ادوس على الزرار ديليت ده. عندي هنا تسجيل مصروفات ادوس على ده ديليت، ادوس على الغاز ديليت واتحذف بنجاح والحمد لله. عايز بقى البيانات دي عايز ادخل بيانات تانية، عندي مصروفات كهرباء، عندي مرتبات مثلا دي تعتبر مرتبات دي مصروفات، عندي مثلا ايجار مقر دي تعتبر مصروفات ايجار مرتبات، عايز مثلا ايرادات مثلا مبيعات
ايرادات مبيعات تعتبر دي ايه ايرادات اهو. عندي ايه مرتجع مثلا، مرتجع مشتريات يعني مرتجع مشتريات، يعني انا كنت بشتري حاجة بقت مصروف لما اجي ارجعها للمورد وديني فلوس، مرتجع المشتريات دي تعتبر ايرادات. وعندي مرتجع مبيعات دي تعتبر عندي مصروف. مصروف هنا بقى في الشاشة بتاعت المصروفات نفسها، محتاج جوه الكومبو بوكس دي، جوه الكومبو بوكس دي اطلع الداتا كلها عشان ما ادوس على سيف يسيف هاي. طب نعملها ازاي دي بقى؟ نفس الحكاية، عايزين نعرف الكونكشن بتاعنا. محتاج اول حاجة استخدم الاس بي اي كلاينت بتاعت المصروفات دي، محتاج برضو ايه اكتب اعمل تغير نوع اس كيو ال كونكشن برضو على الملأ كده، يعني فضيحه كده على الملأ. ومحتاج طبعا ايه كل الرغي ده كله برضو بتاع اعرفه تعتبر نوع جديده من اس كيو ال كونكشن ده محتاجه. ومحتاج بقى ايه كده خلاص خلصت، انا مش محتاج هنا فيو داتا. محتاج بقى ايه اعمل فيل لل عامل ايه في الايه الكومبو بوكس. خدها كده كوبي واشرحها لكم دلوقتي حالا. اقول هنا مثلا void في الكومبو بوكس، هسميها مثلا دي ايه عشان ما تبقاش كتير، هسميها مثلا كوم 1 عشان تبقى اسهل ليا يعني. هنا في الكومبو بوكس الكونكشن بتاعي مش محتاجه، بس ام دي 2 يساوي الكونكشن ده بس ام ان. كل ده كان مشينا نظام حلو قوي. هنا هيعمل لي فيل، انا اسف طبعا على صوت الخلفيه، الفيل هيعمل لي فيل من الايتم داتا. هنا برضو الادابتور بتاعي هقول له هنا ايه سيلكت استريك فروم الجدول بتاعي ده برضو. سيكوير كوماند مش محتاج انا برامتر هنا في الوقت الحالي. الجدول بتاعي اهو له كوم اندرسكور، انا مسميه كوم اندرسكور ولا مسميه ايه مش عارف. المهم يا دي النيله معتذر يعني على الصوت الخلفيه. هنا بقى الفيلد اللي عايز تظهره هو ده الفيلد اللي عايز يظهره. هنشوف دي سميتها ايه، رمز كوم 1 كده خلاص خلصت. خلاص ممكن في الاكسبشن هنا يعني اكتب مثلا هنا ايه مسج بوكس دوت شو اي اكس دوت مسج. لو هنشوف كده محتاج احطها دي برضه في الكومب ده في الفروم نود، احطها هنا برضه عشان تعمل او مفتاحها تعمل فيلم. انا بقى كده اشوف اول ما ادوس المواصفات جات لي ايه كل الحاجات دي كلها. طب انا لو عايز بس عشان مواصفات اجيب بس ايه المواصفات بس اجيبها ازاي بقى؟ اقول له هنا ايه في ايتم داتا هنا كبرها كده شويه، اقول له سيلكت اكسس في ايتم داتا وير ايه وير التايب ده بيساوي
الكلمتين نكتبهم هنا اللي هي ايه مصروفات، بكل اختصار عشان نعرف الشاشة بتاعت المصروفات ما نجيبليش الا البيان بتاع المصروفات. اهو هو جات لك غلط لان ممكن يكون السبيرنج مش صحيح. فتعالى بقى نشوف كنا كاتبينها ازاي. ايه مصروفات كنت عايز تلاتة، انا اسف. كويري تايب ايكوال مصروفات، اقول له مثلا وير تايب ايكوال ات واحد، وبعدين هنقول له حط له في برامتر او سي دي نود رود كير بس ان دي دولت دوت برامتر دوت سيلكت برامتر دوت برامتر، اقول له هنا دوت ات ويز فاليو او دوت اد بس ات واحد ولون ايه اس كيول داتا طيب دوت ان باراكتر هنا دوت فاليو ايكوال المصروفات وير طيب اسمها المصروفات كده هتظهر. لو مظهرتش يبقى فيه خطأ. وير طيب ناجع برضو بس هي المفروض كده ايه كده يعني تظهر يعني كده قشطة قوي يعني. نشوف اهي جابت لي مرتبات وايجار وكهرباء وكده. ما ينفعش هنا اكتب مثلا ايه لما اجي اكتب مثلا اسيف اعمل تسجيل مصروفات اقول مرتبات كذا وادوس على حفظ واكتب هنا مثلا كهرباء وادوس على حفظ، لا انا لازم هنا ايه اختارها مثلا. فعشان اختارها ولو عايز اسجل حاجات جديده ممكن اسجلها من خلال هنا اهو. طيب على فكره المشاريع دي تنفعكم يا جماعه، مشاريع تخرج في الجامعه تنفعكم، ممكن تعملها في كتير قوي بتحتاج برامج حسابات. بس انت بقى ايه خلي عندك لمسات ذهبيه في ديزاين، وانصحكم تستخدموا تيلريك الاصدار القديم او اصدار جديد، دي حاجه ممتازه جدا في ويندوز فورمز. طيب مش عايز اقول لكم ايه انا اسف جدا صوت في الخلفيه اطفال صغيرين بقى في الشارع. كده خلصنا من الحلقه دي، اشوفكم على خير، وكان معكم اخوكم وزملكم اخوكم في الله وزملكم محمد فايل، انا مبرمج محترف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.